قوي يا شريف، قد ايه الحاجات دي بتبقى بتدي امل وتفاؤل عندنا كلنا. لكن خلينا نتكلم عن الفقره الثالثه اللي هتكون بتتكلم عن الرجاله. الحمد لله رب العالمين، الحمد فريق لله. الاعداد بقياده استاذه ساره، ويعني ادونا كده فرصتنا في البرنامج بقى. يعني كنت حاسس ان انا شغال في برنامج نسائي طول الوقت، كل الاخبار نسائيه. يعني اليوم العالمي وابتكر الراجل، اليوم العالمي لحب المراه، واليوم العالمي للبس المراه، واليوم العالمي لطبيخ المراه. لكن الحمد لله النهارده اليوم العالمي للرجاله، فان شاء الله هنحتفل بيه معاكم بالذات. من غير ما تبص على الورقه، التاريخ النهارده ايه؟ لا انا ما تسالنيش من غير ما تبص على الورقه النهارده ايه التاريخ؟ النهارده 19. ايوه انت غششت دلوقتي. انا غششته؟ انا؟ ايوه. يعني حتى الراجل نفسه مش عارف انه في يوم عالمي للراجل ولا حفله. مين قال؟ ايوه، ما هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه، ان المواقع كلها بتتكلم ان اليوم العالمي للرجل ده زي مهدور حقه كده. يعني محدش عارف اصلا، الرجاله اساسا نفسهم مش عارفين ان في يوم عالمي للرجل. يعني ده ظلم. الاحتفال المنسي ده ظلم. ظلم؟ لا 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 عادي. ولا كنت والله ولا كنت اعرف يا استاذ انا، والله ولا كنت اعرف. انا اساسا جاي النهارده كان عندي تصوير، كان اليوم العالمي للتصوير النهارده. الحمد لله. طيب اول فقره